السلام عليكم طلاب. نظرا للظروف الصحية التي يمر بها البلاد، راح نجبر انه نشرح لكم المختبر الالكتروني. بصورة عامة، المختبر مالتنا اول 3 محاضرات تعلمنا على البرنامج وعلى الادوات اللي نستخدمها من اجل انه تفيدنا في بناء الدوائر الالكترونية والبوابات الرقمية. زين، أول بوابة أخذناها بالمختبر السابق اللي تتذكروه، مو هذا الأسبوع القبلة، أخذنا هاي البوابة اللي هي النوت جيت وربطنا عليها. زين طلاب، أكبر لكم الشاشة. هاي النوت جيت شرحنا عليها شحتاجينا بالتجربة اللي هي راح أعيد لكم إياها. احتاجينا جراوند، واحتاجينا بي سي سي، واحتاجينا من البيسك احتاجينا سويتش. قلنا السويتش نحتاج نغير اسمه ونغير اتجاهه، نغير اتجاهه نحو الاسفل ونغير اسمه نسميه مثلا حرف الاي. زين، نحتاج بعد مصباح نسحب اتجاه المصباح يكون نحو الجيت. راح نيجي نربط طرف من نقطة للنقطة، طرف بالدائرة وطرف بالفي سي سي وطرف يكون بالجراوند. ربطنا. زين طلاب، مجرد ترتيب للدائرة، رتب الدائرة. اجي اربط المصباح ايضا من النقطة للنقطة. راح اجي اشغل الدائرة. لو انطيت قيمة VCC 1 راح يعكسها ينطفي المصباح، لو انطيت قيمة ground هي 0 راح يعكسها يسويها 1 يشتغل المصباح. هذا مفهوم النوت جيت، انه يعكس القيمة، الصفر يسويها 1 والواحد يسويها 0. هذا مفهوم النوت جيت قلنا. زين، هاي اخذناها بالمختبر السابق، سويت لكم مراجعة سريعة. مختبر اليوم راح يكون عن الاند جيت. الاند جيت هي دالة الضرب. اليوم اني شرحت لكم اياها، نزلت لكم اياها بالنظري، راح اشرحها بالعملي بصورة سريعة. دالة الضرب او بوابة الضرب هي نفس ضرب الباينري، صفر في صفر صفر، صفر في واحد هي صفر، واحد في صفر هي صفر، واحد في واحد هي واحد. زين، فبس من عندنا واحد واحد النتيجة تطلع واحد. هاي وين؟ بدالة الضرب. هسه هاي دائرة النوت اتمنى تكون مفهومة، هي العاكس، انه يعكس القيمة، الصفر يسويها واحد والواحد يسويها صفر، يسمى انفرتر او نوت جيت. راح ناخذ بوابة جديدة اسمها الاند جيت. هاي الاند اول وحدة اسحبها، خل اكبر لكم الشاشة. احتاج نفس الادوات، نفس الكومبوننت، العناصر الفي سي سي والجراوند احتاجه، واحتاج اسحب سويتش. زين، السويتش يكون اتجاهه نحو الأسفل، يتغير اسمه بكل تجربة. تبتعد الجيت، أبعدها على مود الترتيب مال الدائرة. أسحب مصباح، أدور المصباح باتجاه البوابة، أبدي أربط. احتاج لكل انبوت سويتش، اذا احتاج هنا 2 سويتشز. هاي الاضافة الجديدة اللي عندكم، هذا اسميه بي واول واحد اسميه اي. ادور اتجاهها نحو الاسفل. ليش احتاجيت 2 سويتش؟ لان اني دا اربط
تو انبوت، معناها الكل انبوت احتاج سويتش، فاجي الفي سي سي يكون واحد والجراوند يكون واحد. شلون راح اربط؟ انتبهوا علي، راح اربط بالبدايه المصباح من النقطه للنقطه، راح اجي اربط الانبوت الاول وين؟ بالجزء السفلي مال السويتش، والانبوت الثاني وين؟ بالجزء السفلي مال السويتش الثاني. العفو، ربطت الاجزاء، احول هذا شويه اصعده عمود ما يصير تشابك، ارتب هذا السويتش، رتبت الدائره. هسه اجي اربط الفي سي سي والجراوند، شلون راح اربطهم؟ هذا الطرف اربطه بالفي سي سي من النقطه للنقطه، وهذا الطرف وين؟ بالجراوند. زين، انزل شويه على مود ما يصير تخالط بالسويتشات بالوايرات. العفو. زين، هسه هذا الطرف ايضا اربطه وين؟ بالفي سي سي الرباط، وهذا الطرف وين؟ هذا بالجراوند من النقطه للنقطه. زين، هسه كملت ربط الدائره اللي هي الاند جيت. قلنا الاند جيت بها اربع حالات، طبعا حاليا اتاكد من ربطي اشوف انا رابطه صحيح. هسه حدخل الحاله اللي تقول انه طفي الاي، هسه الاي مطفي والبي ايضا مطفي، فيطفى المصباح، لان صفر بصفر يطلع النتيجه بالاند جيت صفر. زين طلاب، راح اعيد اعاده سريعه. هبعد الجراوند. بي سي سي. دا تلاحظون انه هذا الفي سي سي مربوط هنا، وهذا الفي سي سي وين مربوط؟ مالته هنا بالفي سي سي. في سي سي هو واحد، تقدرون تسوون 2 في سي سي و 2 جراوند براحتكم طلاب، بس اني لاختصار الدائره سويت في سي سي واحد وجراوند واحد، ربطت عليه التو سويتشز. زين، راح اجي اكمل الجراوند، هذا هنا مربوط بالجراوند الاصلي، وهذا الجراوند مربوط بالجراوند الاصلي. الربط اتمنى يكون واضح. سحبت التو سويتشز، حولت اتجاههم، غيرت اسمهم الى اي وبي. زين، ربطت بالدائره اللي هي الاند جيت. قلنا الاند جيت شغلها ضرب، يعني شنو تضرب؟ ضرب باينري. لو دخلت لها صفرين يعني السويتش الاي والسويتش البي صار صفر صفر بصفر. هسه انا السويتشات مطفيتها، هذا مطفيته وهذا مطفيته، شو عرفت مطفيته؟ مرتبط بالجراوند. تبعوا وياي وين مرتبط هذا الطرف؟ بالجراوند، وهذا بالجراوند. اذا الاي مطفي والبي مطفي، شي يكون المصباح مطفي. زين، لو انطيت حاله انه الاي شغلته والبي مطفي ايضا يكون مطفي، لان صفر بواحد ينطي صفر. زين، اذا شغلت البي وشغلت الاي، لا العفو، طفيت الاي وشغلت البي، يعني طفيت الاي، هذا مطفي الاي، شوفوا وين؟ بالجراوند. مطفي الاي والبي مشتغل، اذا عندي حالة الواحد صفر ينطي صفر، المصباح مطفي. شو وقت يشتغل المصباح بحالة الواحد واحد؟ معناها انه يكون الاي قيمته واحد والبي قيمته واحد. شقد يصير المصباح يكون قيمته واحد؟ يتوهج. اذا الاند جيت تشتغل في حالة الواحد واحد تنطي واحد، بحساب انه تضرب الواحد بالواحد تطلع نتيجة واحد. زين طلاب، اتمنى يكون ربط الدائرة مفهوم لكم. هاي تجربتنا البسيطة، عندنا تجربة النوت جيت، وهاي تجربة الاند جيت.
شرحت لكم اياها بالنظري الاند جيت، واليوم طبقناها عملي. زين طلاب، لو طبقت الناند، الناند هي نفس الاند بس مضاف لها نوت، يعني عكس الاند تماما. الناند هي نوت زائد اند، يعني عكس الناند، عكس الاند تماما. معناها ايش وقت تصير واحد من تصير عندها صفر صفر تقرا واحد، شو راح ابدل؟ راح اجيب الناند وينها اقراها، وينها الناند؟ هاي اند، ايش مكتوب؟ مكتوب تو انبوت ناند جيت، اسحبها واجيب هذا الطرف. شوفوا شلون راح اتحكم، اجيب هذا الطرف قبل ما امسح الاصليه، واجيب هذا الطرف اصعد هذا اللاين وامسح الجيت، احول المصباح هنا، وهاي تشتغل عكس الاند. معناها اذا عندي قيمة واحد بواحد ايش يقرأ؟ يقرأ صفر. اذا اني مشغلة، اني شو مسوية هسه؟ هسه اني مشغلة الاي والبي ايضا مشغلته، اذا يقرا قيمة صفر عكس الاند. فش راح يقرا الناند؟ راح يقرا صفر بصفر واحد. شوف هسه راح اطفي الاي واني مطفية البي، طفي الاي واطفي البي، طفيتهم اثنيناتهم لان هذا الاتجاه دائما يعني مطفي، الاتجاه اليسار مطفي، الاتجاه اليمين مشتغل. فأني طفيت الأي وطفيت السويتش بي، القيمة قرأت واحد، إذا صفر بصفر يقرأ واحد عكس الأند تماما قلنا. زين، لو طبقت الحالة طفيت الأي مطفي الأي وشغلت البي هم ينطي قيمة واحد. زين، لو بالعكس شغلت الأي طفيت البي ينطي قيمة واحد أيضا. زين، لو اثنيناتهم مشتغلين الـ A والـ B يعطي قيمة الصفر عكس الـ AND تماما يكون. هاي شنو اسمها؟ اسمها الـ NAND GATE. هاي اسمها الـ NAND GATE، تشبه الـ AND لكن مضاف لها دائرة البابل. هاي البابل سوتها عكس الـ AND تماما. فإذا كانت الـ AND بها ضرب بالباينري، إذا هاي تصير عكس الجدول تماما. شرحت لكم إياه بالنظري بصورة أوضح، وهنا طبقنا عملي. أتمنى يكون هذا المختبر مفهوم لكم. إن شاء الله من ينزل لكم بالكلاس روم أسئلتكم نستقبلها بالتعليقات. شكرا جزيلا.